السلام عليكم كبداتي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ صحيحه بخير الحمد لله. كي دايرين مع الصهادات؟ دايرين مع الوقت؟ باش تعاودوا بخير الحمد لله. بسم الله على بركه الله. غنقول لكم بعدا السبب الغياب ديالي. مريضه ليا بنتي، الله يشفيها لي ويشفي الجميع الامهات وليداتهم. هذاك الشيء علاش هبطت واحد شويه. ايوا بنتي، ملي ولات شويه الله يحفظها ليا يا ربي، قالت لي يا ماما بغيت نطيب ليها شي حاجه تاكلها. قلت لها يا ماما بغيت كسكس، واخا اليوم راه ماشي الجمعه ولكن قلت نطيب ليها شويه. دبر ما صغير عطيتها لواحد الجره ما فيا اللي دوق عليها. تحياتي ليها الا شافتني. ايوا المهم ندير لها غير واحد الشويه. جبت ليها اللبن ودرت الثلاجه كيبرد، ودرت سميتو، وقلت غنطيب ليها ندير نص كيلو تقريبا، نص كيلو ديال الكسكسو، وهي معاها ما كتاكلش اللحم، ما كتاكل لا اللحم لا الدجاج، المهم غندير ليها الدجاج، وصافي نتغداو بها انا وياها، انا وياها اصلا اللي كاينين في الدار، بسم الله، انا غنقطع كلشي، غنعمل داكشي طبيعي، كيما مول فين خاتكم. المهم غندير داك الخدمه ديال العكازه اولا، ما عرفتش شنو اصلا الناس راه هنا جدي في الواقع، هكا راه اغلبيه الناس بحال هكا كيديروا ملي كيقطع في الطبسيل غير من الصوب. انا راه قدام الكاميرا صافي. المهم تحياتي لجميع النساء المغربيات كلهم كيعرفوا يطيبوا، كلهم تبارك الله ما شاء الله عليهم، غير الطرق اللي مختلفه كلها والطريقه باش كطيب والحمد لله. المهم اخواتي كيف قلت لكم، انا بنتي تقول لي مالها ما عرفتش كيف مسكينه خير وسلام، خلينا وياها دوشنا. نقول لكم ضربها البارد، نقول لكم ما فهمتش. المهم ديك الليله اللي كنت دايره فيه اللايف، لا ملي لحقت الفيديو الاخر اللي لحقت كانت الدرية بخير. قلت انا ديما ملي كندوش كدوش معايا ناري البزاق خليا دوشات معايا. ملي خرجنا شكيت حيدات بينوار قبل ما نجبد ليها حويجات، حيت انا كنبقى في الدوش، الدوش كيكون سخون. المهم الشرج المحلول نقول لكم ضرب على البرد، الله اعلم. هي ما فيها حتى حاجه من غير السخانه. اللي ديتها للطبيبه هذا اليوم في الصباح، الطبيبه قالت لي غايبه الحلاقم، خرجت ليها واحد السيرو وواحد التحاميل. ما نكذبش عليكم دوك الطبيبات اصلا كاينين عندها، والسيرو تا هو ديجا خديتو ليها، يعني غير ديال الحمى ديال الصام. واخا انا ديجا درتهم ليها، ديجا استعملتهم ليها قبل ما نديها للطبيبه. انا اللي بغيت نعرف، بغيت نعرف شنو اللي دار ليها الصام، حيت داك الصوت شوية كيخلع، كتقول ياك ماشي ميكروب ياك ماشي حاجة الله ينجيكم. المهم ما قالت ليا والو، يمكن هي براسها ما عرفتش. هنا البرمة ديالي راني درت الدجاج والعطرية والمطيشة والبصلة وحطة الربيع. هنا عندي القرعة الحمراء كيف قلتلكم، راه كنعرف ديرها نص كيلو. وحدة ديك الكوسة الخضراء لفت جوج بس عرفت كبيرة، خيزو تخيزو خاش لي عيان. المهم درت ثلاثة و أربعة صغار. هاد المطيشة هادي غنحكها، غنحكها لي نبغي نبغي قررت نسد صافي، كنقرر نسد نكب ديك المطيشة. هانتوما كويداتي، هو هذا الكسكس ديالنا، خليته بنتي هو هذا الكسكس ديالنا. نتغدى ان شاء الله وغنمشي نخمم الصالون. يلا بابا عليكم هاد الساعه، نمشي نحط سميتو، هو راني حاطه اللبن الموعد كيسان زعما ولا واش داكشي. نمشيو نتغداو ان شاء الله ونتلاقاو في كملات الفيديو. هو هذا الكسكس ديال بنتي الله يحفظها ليا يا ربي. يلا تبارك الله عليكم.
دي داسي عاد في الملح. يا عبد الحليم شوفوا عرفت دابا راني الليل بديت الفيديو من الصباح، ولكن عرفتي راه عملت الطبيعة ما صورتش معاكم اليوم. دابا يلا غادي نجمع المناسيتهم الى جبتيتها نقيتها صافي غنرتب المعناصي على بلاصتها. نشوفكم الفيديو اللي لاقى لكم ان شاء الله. نتمنى من عند ربي سبحانه وتعالى تشجعوني وتطلعوا لي هذا الفيديو، راه ضربت عليه تمنه ديال بصح. ولا اخوتي حتى كنضرب تمنه باش نصور لكم فيديو، راه ماشي ساهل. بس سبحان الله العظيم ملي كتبغي ملي كتبغي فحال هكايا غير تشقى زعما عارف، راه ماشي هي باش تصور. ملي كتصور كيجي شويه كيجي الفيديو شويه كيجيكم الشغل شويه قاصح. انا جيت كنطلع عليه واش نيت كنصور عاوتاني ولا لا، عرفتي البليلة صورت معاكم شويه زعما فاش كنت كنحضر الصالون جيت نقطع على سيرة كنصور كنتصور على الفوق مفيش سميتها مكنصورش حيت السيبو راه خسرت ليا خسر ليا الضو، داكشي علاش وليت كنقلب التليفون على حسب الفلاش. هي صافي من ما كتكونش كتشوف واحد الحاجه انت كدير فيها ديما المهم عاودوا لي على ريسكم شويه غنسالي ان شاء الله غندير لكم الهد باش نحس فيا عندي عمر عادي باقي عندي كسكس الغدا اللي ما تغداش غنسكي ليه الغدا زعما هي كل كسكس اللي كيتعشى ليه. هي صافي حنا تغدينا ليه والله خوتي والله خوتي تشوفو واحد تمارة عرفتو ملي كتاكل كسكس الغدا. انا كليتو على حقاش بنتي تشهات في التليفون مريضة وتشهات ليا كسكس مسكينه يلاه انا دازت من المرض غتاكل قلت لي بغيت ماما بغيت كسكس تنقول ليها لا ما يمكنش. شفتو عندي واحد الشويه ديال ما بغيتوش عرفت شنو بن خدوش تحياتي بن خدوش ايوا صافي انا درت الماء تاعي هيدا بالماء ونعمرتها سداتي اللي بغا كسكسو كسكسو اللي قادر تعشى كسكسو نسكيه اللي ما قادش الخبز حتى الغدا ان شاء الله غنعجن ولا بقى العمر غادي نشارك معكم العجينه. بنتو لي تعجبكم الفيديو ديال العجينه ياك صراحه راه العجينه كلشي كلشي كتعجبو الطريقه باش تعجن الخبيز ديال الدار. شوف 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 اخواتكم ليلى وليت كنقصر هاشي الصينية الصينية غنقلبها غطيت بيها كنتو جاي كنقلب عليها غطيت بيها البرمة والله عرفتي مبقيتش كنسمع التقرقيب هذا ولكن في ناس صغيرة ما القسم تدر ليا الموس ديال العشوار تدر لها
سيقت الدار كامله لقيتها دابا غير كندوز الشطابه باش نفرغ والله خصيت ضربت فيه واحد التماره ديال بصح وما كانش فرصه كيفاش ندير باش نصور والمشكل ديجا انا صورت معكم هذا الشيء يعني هانتوما شوف رطا تهبط المضربه قلت صافي بلا ما نصور وتهبط المضربه وانا نقولها اش كنقول ترى وانا نقول علاش ما نصورش نكمل الفيديو اللي بديتو في الغدا خير صافي هادي ما غنفرشهاش حنا هادي غنديها نفرشها انا اللي عندكم الطقاس ديال الطبله عقلت يوم نهار خمت معكم الصاله نهار خمت الصاله نضرب السكريه مشى ليا الضو سليمان وما مشى الضو من سميتو وقع واحد السيركوي في الصور ديال الضو والله الا سليمان وانا بقيت بلا الضو ايوا صافي بحال هادي خلاص هاد السراوات الزربيه راه شاركت معكم النهار صبنتهم هبطت ديك اسمها طلعت استهما راه عندهم جوج الوجوه بحال شي لطيف شتو والله الا عرفتي بحال شي بحال شي بعثي انتوما الصراحه هنا راه هاد الوجه شويه داك شويه توسخ هو اللي كان الفوقاني دابا غنقلبهم حيت اخوتي طلعت ملي كتبقاو تصبنوهم بزاف كيخسروا دغيا كيخسروا شو راه هادو شحال ضربوا عندي معليش ما عرفتش شنو هذا الشيء ما عرفتش شنو هذا الشيء تخوى فيها اللي تخوى عليها وخرج لهاد الجهه هي الطلميطه راه غليظه وفيهم تماره باش تصبنوهم هاد المزود باش تحيدهم وتخوي المخد ولكن انا شنو درت ليهم سستهم مزيان شمشتهم وهبطتهم غدا لمتهم على هاد الوجه ندير هاد تمها راني باديهم راني لمت ندير هاد الوجه حيت اللي كان هذا الا عقلت رجعوا للفيديوهات اللي ولي كان هذا هذا امتى صبنتو في الصيف صبنتو مع من الاول في الصيف ما كنصبرهمش بزاف على حقاش كيخسروا والله زعما كاين طلمت اللي باغي يحتفظ عليهم ما يكونش ما يصبرهمش بزاف كيف كتشوفوا الشرجو حيت لي الريدو علاش بنتي مع بقى صغيره كتمشي كتعلق بيه بزاف فات وما حيدت ليا كاع اللعيبه كتوسخ صافي حيدتو قلت بلاتي راني نحيدو بلاتي زعما بحال هكا ملي كيكون شي حد جاي عندي ولا سميتو نلقى ما نلقاش عندي طامي بلا طامي بلاتي دابا ما غنديرش سميتو غنديرش طلمت حتى الغدا ان شاء الله عييت والله خوتي تعييت يلا غنقول لكم باي باي عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله وسمحوا لي على هذا الفيديو والله